مساء النور لك هاجر ولكل مشاهدي قناة نهار ولكل من التحق بنا الساعة في هذا البث الحي لقناة نهار من هنا من مركز الإعلام والتنسيق المروري لدرك الوطني ببوشاوي في الجزائر العاصمة للوقوف أكثر على وضعية الطرقات والانقطاع المسجل في مختلف الطرقات الوطنية بسبب تساقط الكثيف للثلوج، أين تم تسجيل انقطاع في حركة المرور على مستوى 16 طريق وطني و28 طريق ولائي على مستوى 8 ولايات. للحديث أكثر عن الموضوع يتواجد معي المقدم خالد شاعة، رئيس قائد مركز الإعلام والتنسيق المروري ببوشاوي، ليضعنا في صورة حول وضعية الطرقات. نعم، مرحبا بك سيدي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص المستجدات المتعلقة بحال شبكة الطرقات المتضررة جراء تساقط ثلوج بالمناطق الشمالية الوسطى والشرقية للبلاد، تم تسجيل انقطاع في حركة المرور عبر 16 طريق وطني و28 طريق ولائي من 6-8 ولايات نذكرها كما يلي: ولاية تيزي وزو بالنسبة للطرقات الوطنية المقطوعة هي الطريق الوطني رقم 15-30-33 والطريق الوطني رقم 30 ألف. بالنسبة للطرق الولائية المقطوعة بنفس الولاية هي الطريق الولائي رقم 253، الطريق الوطني رقم الطريق الولائي رقم 9-11-147-5-1 والطريق الولائي رقم 100. بالنسبة لولاية البوليدة تم تسجيل انقطاع في الطريق الوطني رقم 37. بالنسبة لولاية جيجل تم تسجيل انقطاع في الطرق الولائية رقم 137 و 137 ألف. بالنسبة لولاية بجاية تم تسجيل انقطاع في الطرق الوطنية رقم 26 ألف 75 12. بالنسبة للطرق الولائية المقطوعة بنفس الولاية أي ولاية بجيجل تم تسجيل انقطاع في الطريق الولائي رقم 7 ألف 159 19 34 14 15. بالنسبة لولاية برج بوعريريج تم تسجيل انقطاع في الطريق الوطني رقم 76 والطريق الولائي رقم 43. بالنسبة لولاية بويرة تم تسجيل انقطاع في الطرق الوطنية رقم 33 ألف 30 و 15. كما تم تسجيل انقطاع في الطرق ولائية لنفس الولاية أي ولاية البويرة طريق الولائي رقم 5 14 25 24 93 والطريق الولائي رقم 6. بالنسبة لولاية ميلا تم تسجيل انقطاع في الطريق الوطني رقم 77. بالنسبة لولاية سطيف تم تسجيل انقطاع في الطريق الوطني رقم 75. بالنسبة للطرقات الولائية المقطوعة بنفس الولاية أي ولاية سطيف هي الطريق الولائي رقم 137 37 6 32 ألف والطريق الولائي رقم 45. نبقى نذكر دائما أن وحدة الدرك الوطني العاملة في المناطق التي مسها الاضطراب الجوي فعلت مخطط خاص بهذه الظروف الاستثنائية، وهي حاليا تعمل على فتح وتسهيل حركة المرور بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما قامت بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم يد المساعدة لمستعملي الطريق. وأخيرا ننصح كل من يتأهب للتنقل عبر محاور شبكة الطرقات في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة أن يتصفح الموقع الإلكتروني طريقي .dz أو التطبيق المحمول طريقي الذي يوفر خدمة آنية حول حالة شبكة الطرقات، أو الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055 للتبليغ عن أي طريق. شكرا لك. إذا لتذكير فقط، الانقطاع المسجل في حالة الطرقات يوجد لدينا 16 طريق وطني 28 طريق ولائي، ما جعل حركة النقل البري تتوقف في معظم الولايات الشرقية على غرار ولاية عنابة سكيكدا وحتى سوق هراس. هاجر، كانت هذه مستجداتنا في حالة انقطاع الطرق بسبب الاضطراب الجوي، عودة إليك.